على الإحسان شهر الغفران رمضان. السلام عليكم خوتي اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه. بغيت نشارك معكم باغيت معمر بالكفته والفلفله، كيجي رائع. كنحتاجو الدقيق وشويه معلقه تاع سنيده وشويه تاع الخميره وشويه تاع الملحه وماء دافئ باش نجمعو العجينه. من بعد ما تعجنات العجينه كنضيف معلقه كبيره تاع الزبده، كندخلها مزيان في العجينه. الزبده هي اللي كتخلي لينا الباغيت رطب، كيجي رطب. من بعد ما تدلكت العجينه مزيان راه كتجي رطبه، غنغطيها ببابي سيلوفان ونخليها ترتاح. من بعد ما ارتحت العجينه بالموجه شنو المقادير تاع الحشوه، غادي ندلك عاوتاني العجينه ونخرج منها الهواء ونخليها ترتاح تاني للمره الثانيه. هاد المرحله هي اللي كتخلي لينا العجينه تجي رطبه. بالنسبه للحشوه كنحتاجو البصله مشلضه وفلفله حمراء والقليل من الكفته والقليل من القزبر. غادي نشحر البصله مع زيت بلديه مع شويه تاع القزبر، نخليهم يتحروا شويه، عاد غنزيد الفلفله الحمراء والكفته. من بعد ما زدت الفلفله زدت الكفته تاع هي نيشان، حيت الفلفله الحمراء ما كتحتاجش طيب بزاف ماشي بحال الفلفله الخضراء. كنزيد التوابل شويه تاع التحميره وشويه تاع الابزار وشويه تاع الملحه وغادي نخلط كل شيء ونخليهم يطيبوا مزيان ونخلي الحشوه تبرد. ضروري تبرد، ما نستعملوهاش وهي سخونه باش ما تقطعش لينا العجينه.
هاي الحشوة من بعد ما طابت ما خصش يبقى فيها والو ديال الماء ديال اللي تلقات، تكون تجي ناشفة. وكنمشيو للعجينة ونشكلوها كويرات صغار يكونوا متساويين. من بعد بديت كنكرس كل كويره بوحدها، وكنعاون بشويه تاع الدقيق حيت العجينه شويه كتلصق، وغندلكوها على شكل طولي. خصها تجي رقيقه حيت غنلويوها على شحال من مره. وغنبدا ناخذ الحشوه ونبدا نعمر لي باغيت ديالنا. مع شويه تاع الفرماج مربعات وشويه تاع الفرماج الاحمر كذلك، ونبداو نلويو على هذا الشكل. وما ننساوش الجوانب، هما خصنا نسدوهم باش ما تخرجش الحشوه منهم. مهم كنبقاو على نفس الطريقه حتى كنكملوا جميع الكويرات اللي عندنا. خاص ضروري العجينه تجي رقيقه حيت كما شفتوا من قبل راه كنلويو العجينه على شحال من مره. ونبداو نعمرو ونزيدو الفرماج حتى هو ونبداو نلويو.
من بعد ما خليتهم خمروا شويه واحد 15 دقيقه غندهنهم بصفر بيضه مع شويه تاع الحليب. من بعد كنشرطهم من الفوق على هذا الشكل وندخلهم الفرن سخون. ها هو الشكل النهائي ديال لي باغيت ديالنا، كيجيو رطبين وحشوه لذيذه. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. مع السلامه.